جومانا رزق. استاذ محمد عمل ايه بقى؟ نشر بوست تفاعلي كده لقى طبعا صدى كبير على السوشيال ميديا، وهنا في بنته بنجاحها في الثانويه العامه دون النظر للنتيجه. ودلوقتي معانا الاستاذ محمد ومعانا جومانا، بقول لهم الف مليون مبروك وبرحب بيك يا استاذ محمد. انت نموذج بنتمنى والله ان هو يكون معمم. امبارح كان اليوم بتاع شوف ابن خالتك جايب كام وابن عمتك راح فين، انت بعدت خالص عن القصه دي. الحمد لله رب العالمين. كلمني على 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 سلوك حضرتك ده وفكرتك وتفتحك، هل ده من زمان ولا ده مع المرحله بتاعت جومانا؟ لا والله، يمكن نظرا لان انا وظيفتي كمدرس لغه عربيه دايما شايف ان الطالب دوره في اللي يسعى وبس، انه يعمل اللي عليه، وبعد كده النتيجه دي ترجع عند ربنا، يعني ايا كان بقى ربنا بيرزقه بيها ولازم يرضى بنتيجه. فدي عقيده عند حضرتك كمعلم وكأب؟ مظبوط يا فندم، بتمارسها واحنا بنعمل اللي علينا او هم بيعملوا اللي عليهم، وبعد كده ربنا بقى. يعني بتمارس القصه دي مع الاولاد من زمان ولا دي اول مره تبان بالشكل ده؟ لا على طول، انا يعني هي فلسفه او يعني هي طريقه دايما او اعتقاد ان هم يعملوا اللي عليهم وبعد كده ربنا بيرزق بيه. فدي تالت بنت عندي، يعني تالت بنت فنفس تالت حد عندي. يعني في اتنين ثانويه عامه قبل كده؟ كان في عندي ثانويه عامه قبل كده وحاليا في جامعات. ما شاء الله. كان نفس التعامل معاهم يا استاذ محمد؟ بنفس الفكره بالظبط؟ بنفس الفكره. هو طبعا يعني انا مش مع جلد الطالب وهو في ثانويه عامه، ولكن مع انه يعمل اللي عليه. طالما بيعمل اللي عليه خلاص، لو قصر بنشد قاطع وبنقول لا لازم ننتبه لنفسنا، لو ما قصرش وعمل اللي عليه خلاص. في بعض الناس بتحاول تحقق احلامها في اولادها، يعني مثلا انا عايز ابني يدخل كليه مثلا هندسه لان انا كنت بحلم انه يطلع مهندس، لكن هو قد يكون عنده رغبه تانية، فانا بوديه في مكان مش هيجتهد، او حتى لو اجتهد مش هيكون بنفس الجوده اللي هو حاببها. انا نفسي اشوف ولادي مبسوطين وبس، يعني انا بشتغل عشان هم ينبسطوا. ربنا يسعدك ويسعد قلوبهم جميعا والله يا استاذ محمد. جومانا مبروك. أيوة. يا جومانا الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. بقول لك عندك اب جميل متفتح، عقليه جميله جدا، يا رب الناس كلها تشوفه وتتعلم منه. والله انا اساسا يعني لو بابا ما كانش معايا وفرحته بيا دي انا ما كنتش فرحت بالنتيجه دي. قولي لي مبدئيا، انت جبتي كام بقى في اللغه العربيه الماده بتاعت بابا؟ يعني خلي بالك لان ده اهم سؤال في الفقره كلها. شوف بابا بقى مسيطر كماده زي ما هو مسيطر كبابا ولا لا؟ يا الحمد لله الحمد لله، جاي اخراج يعني. الحمد لله في كل الاحوال. لا انا عايز اعرف الماده بقى، الفضول دفعني ان انا اعرف جايبه كام. يا الحمد لله فوق ال70. الحمد لله فوق ال70 ما شاء الله. مش لازم بقى فوق لحد فين يعني، الحمد لله ما شاء الله، يعني نقول جيد جدا كتقدير عام كده، نقول جيد جدا. طيب قولي لي البوست اللي بابا كتبه لجومانا، كتبه امتى وازاي فرق معاكي؟ هو كتبه اول ما عرفنا النتيجه وهيصنا وبتاع وكل حاجة، فلقيته بيختار الصور ومهتم قوي بالموضوع، وهحط الصورة دي وهحط الصورة دي وبتاع، وبعد كده لقيته نزل البوست اللي هو عادي بيهنيني عادي جدا. فجأة مرة واحدة لقيت الناس كلها بتشيره، لو في ايه، وبقيت بقى في ناس بتاخدني مثال اللي هو عبره بقى، اللي هو شوفوا دي جابت كام، حسسوني ان هو سقطه مثلا. طب انت جايبه كام اصلا يا جومان؟ 75.2. ادبي؟ علم رياضه. علم رياضه، طيب ايه يعني بتتخيلي المجموع ده يوديكي كليه ان شاء الله، او انت بتحلمي تدخلي فين؟ هو انا كنت بحلم بحاجات بس راحت. بس في دلوقتي اداب واكاديميات السادات دول اللي بفكر فيهم.